بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية، المغرب يقرر ابتداء من منتصف الشهر الجاري استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة في إطار تراخيص استثنائية ووفق مجموعة من الشروط، عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول توظيف مزعوم للقاصرين من طرف المغرب. رئيس مجلس النواب المغربي يقول إن هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا. وفي نشرة السادسة تتابعون أيضا، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تعلن تأجيل عملية سحب قرعة كأس أمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون العام المقبل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة كافان كاتيفي بطنجة. أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنه تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 15 من الشهر الجاري في إطار تراخيص استثنائية، نظرا لأن المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا، وقد تم تصنيف الدول إلى قائمتين على أساس توصيات وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية. وتشمل اللائحة الأولى كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة لفيروس كورونا. أما اللائحة الثانية فتهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة الأولى، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية. تقرير إنصاف الحمودي. ابتداء من منتصف هذا الشهر إذن ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المغرب وفق ضوابط معينة أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية بمختلف دول العالم. وعلى أساس توصيات وزارة الصحة تم تصنيف الدول إلى قائمتين، تشمل الأولى كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، ويمكن للمسافرين القادمين منها أو مواطنيها أو الأجانب المقيمين بها الولوج إلى التراب الوطني إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ دخول التراب الوطني. وتشمل اللائحة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة الثانية. أما هذه الأخيرة والتي تعرف الدول التي ضمتها انتشاراً للسلالات المتحورة أو غياباً للإحصائيات الدقيقة حول الوضعية الوبائية، فيتوجب على المسافرين القادمين منها استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر والإدلاء باختبار PCR سلبي النتيجة يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام، ومنها الإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر والأرجنتين والسودان وسوريا والكاميرون ودول أخرى. وبخصوص عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن في إطار عملية مرحبة لعام 21 و2000، أفاد بلاغ الخارجية المغربية أن العملية ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية. وكانت السلطات المغربية قد اعتمدت العام الماضي تنظيم عملية عبور بديلة شملت الموانئ الفرنسية والإيطالية فقط، وبذلك لن تشمل عملية مرحبة لهذه السنة الموانئ الإسبانية للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا الاستثناء بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين الرباط ومدريد. لمناقشة هذا المستجد يسعدنا أن نستضيف من إسبانيا الدكتور لحسن بالعربي، أستاذ بجامعة ألميريا بإسبانيا. دكتور، كما جاء في البلاغ ولو بشكل ضمني، المغرب يستثني الموانئ الإسبانية
من عملية مرحبة لهذه السنة. لماذا في اعتقادك؟ هل لذلك علاقة مباشرة بالتوتر الحاد القائم بين البلدين كما يقول البعض؟ باستثناء موارد إسبانيا من عملية عبور، تزامن هذه السنة مع التوتر الحاد للعلاقات المغربية الإسبانية، إلا أنني أظن أن هذا القرار، قرار الاستثناء، ليس نتيجة مباشرة لهذا التوتر القائم، بل القرار اتخذ لنفس الأسباب الذي حال دون هذه العملية عبر موانئ إسبانيا السنة الفارطة. طيب، نفهم من كلامك دكتور أن هذا الاستثناء لا علاقة له بما هو سياسي، وإنما يرتبط بالجانب الصحي فقط، أي بفيروس كورونا كما حدث تماما في السنة الماضية، أليس كذلك؟ أظن أن الأسباب، هذه الأسباب أولا لدواعي صحية لها علاقة مع هذه الجائحة التي نعيشها حاليا، ثم لدواعي أخرى سياسية لها علاقة مباشرة مع الاستراتيجية المغربية الجديدة تجاه سبتة وماليليا المحتلتين. وأذكركم أن قبل ظهور هذه الجائحة كان هناك مجموعة من القرارات التي اتخذها المغرب في نفس إطار هذه الاستراتيجية، كإغلاق معبر ماليليا وسبتة مثلا للحد من الضريب المعيشي، وإغلاق الجمارك البرية مع مدينة ماليليا الخاضعة للسيطرة الإسبانية. وذلك القرار نص على السماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بنينصار، وكانت لهذه القرارات وقع كبير على اقتصاد سبتة وماليليا السليبتين. الدكتور الحسن بالعربي، أستاذ بجامعة الميريا بإسبانيا، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا فاق 9,108,000 شخص بالنسبة للجرعة الأولى، فيما تجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثانية 5,898,000 شخص. وفيما يتعلق بجديد الوضعية الوبائية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي 233 حالة شفاء وخمس حالات وفاة، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة. في موضوع آخر، أعرب رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي عن اندهاش وخيبة أمله عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة. وأكد المالكي في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا. وقال رئيس مجلس النواب إنه من الواضح أن توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إطفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، مضيفا أن المغرب كما أكدت ذلك السلطات المغربية لا يشتغل في مجال الهجرة تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل، بل يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة. إلى الجزائر، حيث تم أمس إيداع وزير السياحة الجزائري الأسبق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت من أجل تهم فساد، حسب ما أفادت به مصادر قضائية. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المختص في الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أمر بإيداع وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت بعد الاستماع له في قضايا فساد.
وأوضحت أنه تم إيداع بن مسعود رهن الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضايا فساد في قضية رجل الأعمال المحبوس محي الدين تحكوت، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدين في يوليو الماضي ب16 سنة سجنا نافذا بتهم الفساد وغسيل الأموال والمحسوبية والاستفادة من الامتيازات الممنوحة له لدخول الأسواق التجارية. شرق أوسطيا، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة زعيمي حزب يمين نفتالي بنت وحزب يوجد مستقبل يائير لابيد. وفي كلمة أمام كتلة حزب الليكود في الكنيست، قال نتنياهو إن الحكومة القادمة هي حكومة يسار لن تتمكن من ضمان مصالح إسرائيل ولن تستطيع منع إيران من الحصول على سلاح نووي، كما أنها لن تجرؤ على تنفيذ عمليات في قلب إيران أو شن حملات عسكرية في غزة وفق قوله. في المقابل دعا نفتالي بنت رئيس حكومة التغيير المحتملة، دعا نتنياهو إلى الكف عن التحريض وعدم ترك أرض محروقة خلفه. ودعا بنت رئيس الكنيست إلى إعلان يوم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على منح ثقة لحكومته كي تباشر مهامها. في الخبر الرياضي مشاهدينا، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل عملية سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون العام المقبل. وذكرت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني أن اللجنة المنظمة للبطولة القارية في الكاميرون وافقت على طلب تأجيل قرعة البطولة الذي تقدمت به الكونفدرالية لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كورونا. وكان من المقرر إجراء القرعة في 25 من الشهر الجاري، لكن جرى تأجيلها لموعد لاحق. وأشارت الكاف إلى أنها ستواصل العمل مع الشركاء والحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة بهدف جعل كأس الأمم الإفريقية بطولة ناجحة واحتفالية رائعة لكرة الإفريقية. ختام نشرتنا، تفاصيل أوفى عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني كافان4.tv. إلى اللقاء. انتخابات جاية اللي غتنظم في بلادنا موعد مهم وبزاف، انتخابات اللي غنختاروا فيها الناس اللي غيمثلونا في الجامعات واللي غيمثلونا في الجهات والناس اللي غيمثلونا في مجلس النواب. وباش ما تضيعش منا فرصة المشاركة ونمارسوا حقنا في اختيار الناس اللي غيمثلونا، إلا كنا مسجلين في اللوائح الانتخابية في واحد الجماعة أو مقاطعة وتحولنا لجماعة أو مقاطعة أخرى، كيخصنا ننقلوا التسجيل ديالنا للجامعة أو المقاطعة اللي ولينا ساكنين فيها. كيفاش؟ المسألة سهلة، عملية كيمكن نديروها عبر الانترنت من البلاصة اللي احنا كاينين فيها. كندخلوا للموقع www.listelectoral.ma، نمشيو لخانة خدمات إلكترونية، نكليكيو على طلب نقل قيد، ونتبعوا المراحل اللي غتظهرنا على الشاشة. نعمروا جميع المعلومات المطلوبة كالاسم العائلي والاسم الشخصي، رقم البطاقة الوطنية، العنوان السكن القديم والعنوان الجديد، العنوان الإلكتروني، الميل، وكنفاليديو الطلب. في نهاية العملية كيطلع لنا الوصل اللي كيأكد الطلب بخصوص نقل القيد ديالنا. وإلا ما كانش يمكن لنا نقلوا التسجيل ديالنا عبر الانترنت، نمشيو لأقرب مكتب ديال السلطة الإدارية المحلية، نديو معنا البطاقة الوطنية ونديروا الإجراءات نقل التسجيل بكل سهولة. ونردوا بالنا لازم نحترموا قواعد الوقاية من فيروس كورونا. وما ننساوش عملية التسجيل ونقل التسجيل غتسالي نهار 1 يوليوز، ما نخليوش حتى لآخر لحظة. نتسجلوا أو نقلوا التسجيل ديالنا من اليوم ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات اللي غتنظم في بلادنا، واللي لأول مرة غتجمع بين الانتخابات الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية. التسجيل في اللوائح الانتخابية هذه فرصتك باش غدا تعبر على صوتك.